أنا كنت قاعد يعني برا على الكرسي، قام ضربت أول ضربي، مش ضربت هناك لقبلي شوي، قام إجت الثاني ضربته هون على الشارع، قام جيت اتخبيت هوني بالزاوي، قام ضربت الضرب الثالثي بعيد شوية، قام جيت نزلت لتحت على السريع وتخبيت تحت، يعني هذا الدمار قديم وهاي الضربة حديثي، نزلت لتحت على صفوف كمان مدمرات، وقفت بالزاوي، وقفت بالزاوي قام ضربت الضربة الثالثة، قام ضربت هون يعني، قام تحت أنا عبيت غبرة وكل شيء. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ونحن في المسجد نستمع إلى خطبة إمام المسجد، بدأت القذائف تتساقط على قريتنا جرجناز على رؤوس الأطفال والنساء، وقد استشهد عدد من المواطنين الشرفاء الشهداء الذين كانوا بأعمالهم